وبرحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي استعرض معاكم قراءة سريعة لأهم النشرات والصحف والمواقع، وأيضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ده خلال الساعات القليلة جدا اللي فاتت. طيب في البداية كده هنروح نستعرض مع حضراتكم أكتر الشخصيات انشارا على المواقع الإخبارية المصرية النهاردة، وهي زيارة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيى لمصر، وهي خليته يتصدر الأخبار خاصة بعد لقاءاته المتعددة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ونظيره المصري دكتور بدر عبد العاطي، وهي جولة الوزير الكويتي اللي شهدت مباحثات عن التعاون المشترك اقتصاديا وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تطوير الصادرات الصناعية، وكمان الاتفاق على عدد من قضايا المنطقة وأكيد وأهمها القضية الفلسطينية. ونرجع لتأثير المناظرة بين ترامب وهاريس لسه مستمرة وبتتصدر أخبارها المواقع المصرية والعالمية. يعني خلينا نقول ان في صحف امريكيه قالت ان اعضاء بارزين في الحزب الجمهوري اللي بينتمي لترامب شايفين ان هاريس استفادت من المناظره وتفوقت على ترامب. في الوقت نفسه قال لشبكه فوكس نيوز ان المناظره كانت اشبه بمباراه 3-1، وبيقصد هنا هاريس ومعاها المذيعين التابعين لشبكه ABC نيوز الامريكيه، وانه هو اعتبرهم انهم كانوا غير محايدين في اداره الحوار. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كان حديث المواقع العالمية، وده بسبب إلغاء زيارة إسرائيل، وده بعد رفض وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس السماح للمسؤول الأوروبي بدخول إسرائيل. ووصفت تقارير إعلامية إسرائيلية بالمسؤول الأوروبي صاحب التصريحات المعادية لإسرائيل. المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الراحل إيهاب جلال تصدر الأخبار بعد التغطية الكبيرة اللي شهدتها جنازته امبارح، واللي حضرها عدد كبير من نجوم الرياضة والإعلام الرياضي في مصر. كتب أمس فصل النهاية في قضية سفاح التجمع الشهيرة، وده بعد سماعه امبارح النطق بحكم الإعدام اللي أقرته محكمة الجنايات في جلسة حضرها السفاح. والحكم جه بعد رد هيئة المحكمة اللي طالب بيها الدفاع، وده بعد اعتبار الدفاع ان المتهم مريض نفسي ونادم على افعاله. الرئيس السيسي يوجه رسالة للمجتمع الدولي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع الدولي من خلال الحدث الرئاسي العالمي الافتراضي نداء عالمي لقمة المستقبل، والمهتم بمناقشة مواقف الدول استعداد لقمة المستقبل المقررة انعقادها في الأمم المتحدة في 22 سبتمبر. وقال الرئيس إنه يجب تضافر الجهود الدولية لرؤساء نظام قائم على المبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز أو معايير مزدوجة. الرئيس السيسي يوجه بمتابعة حزمة التسهيلات الضريبية، والتقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح برئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الإجراءات الضريبية اللي أعلنتها الحكومة مؤخرا، وده لتسهيل الاستثمارات. وطالب فيها الرئيس الحكومة بمتابعة تنفيذ إجراءات التسهيلات الضريبية. تراجع الواردات المصرية بنسبة 3.3%، دايما بيتقاس نجاح اقتصاد أي دولة بزيادة صادراتها وتراجع الواردات، دي نظرية بسيطة أكيد كلنا عارفينها من أيام المدرسة. الاقتصاد المصري بيشهد تطور يوم بعد يوم، والدليل تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، واللي فيه بيقول إن الواردات المصرية اتراجعت في شهر يونيو اللي فات بنسبة 3.3%، وده مقارنة بنفس الشهر عن نفس سنة 2023، وده يساوي توفير في الميزانية بأكثر من 200 مليون دولار. أهم التراجعات دي كانت في السيارات والمواد المستخدمة في تصنيع الأدوية والذرة. الأمم المتحدة ركام غزة يحتاج 15 عاما لإزالته، رغم عدم انتهاء الحرب واستمرار العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، كل يوم بيتضح أكتر حجم المأساة والدمار اللي تسببه العدوان الإسرائيلي على غزة. وآخرها تقرير الأمم المتحدة اللي قال إن حجم ركام المباني المدمرة في غزة محتاج 15 سنة عشان يتم إزالته، وميزانية توصل لنص مليار دولار لإزالته بس، ده طبعا غير عشرات المليارات لإعادة الإعمار مرة تانية. وبيقدر التقرير حجم الركام ب40 مليون طن.
بوتين نسعى مع الصين لإنشاء نظام عالمي جديد في تصريح صريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعه مع وزير خارجية الصين وانغ يي. قال ان روسيا والصين بيصنعوا حاليا نظام عالمي جديد، وان النظام ده قائم على القانون الدولي والديمقراطيه والمساواه بين الشعوب. بوتين اكد ان النظام العالمي الجديد هينضم ليه دول الجنوب ومعاهم دول منظمه البريكس. هل تحسم هوليوود معركه الرئاسه في امريكا؟ نجوم هوليوود دايما ليهم تاثير كبير جدا في اختيار منصب الرئيس الامريكي، وده كان واضح جدا بقوه في انتخابات واعاده انتخاب الرئيس الاسبق باراك اوباما. في الانتخابات الحاليه برضو بدات تظهر تاثيرات هوليوود. النجمه تايلور سويفت اعلنت على حسابها بموقع انستغرام دعمها للمرشحه الديمقراطيه كاميلا هاريس. التاييد ده حقق يعني حوالي 10 مليون إعجاب، منهم أكتر من 300 ألف أعلنوا تأييدهم صراحة لكاميلا هاريس. 4 ملايين دولار تمن رسالة عمرها 85 عام. رسالة عمرها 85 سنة اتباعت بحوالي 4 مليون دولار أمريكي في دار مزادات كريستز العالمية. طبعا الكل هيقول في حد يشتري جواب ب 4 مليون دولار، لكن الصادم إن دار المزادات قالت إن ده الحد الأدنى لتمنها، يعني تستاهل أكتر من كده، لأنهم كانوا متوقعين إنها توصل لل 6 ملايين دولار. الجواب ده في إيه؟ الجواب ده بعته العالم الشهير ألبرت أينشتاين للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، بيحذروا فيه من استفادة هتلر من أبحاثه في مجال الطاقة النووية وتصنيع القنبلة الذرية. والرسالة دي كانت هي اللي خلت أمريكا تهتم وتسرع في صنع أول قنبلة نووية وتستخدمها بعد كده في نهاية الحرب ضد اليابان. ومن بوابة الشروق كتب عماد الدين حسين مقال مهم بعنوان ماذا سيفعل الأزهري مع الدعاة والخطباء، وناقش المقال التحدي الأكبر اللي بيواجه دكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في إزاي هيتعامل مع الدعاة والخطباء عشان يقدروا إن هم يطوروا خطابهم الديني عمليا، بالذات إن في تحديات بتواجه الوزير منها الأزمة الاقتصادية وكمان تزايد الخطاب المتطرف وصعوبة الأوضاع الاقتصادية. والكاتب الصحفي وضح خطة الوزير واللي قال إنها بتستخدم أهم آلية في العصر الحالي وهي طبعا السوشيال ميديا، وده اللي خلى وزير الأوقاف يتعامل مع وزير الاتصالات في صنع منصة لتقديم خدمات الوزارة عبرها وهيتم إطلاقها خلال شهور. كمان هيوصل الوزير للشباب في أماكن تواجدهم، وده بإطلاق حملة خلق عظيم بالتعاون مع وزارة الثقافة، وهتقدم فيها الوزارة ندوات توعية في قصور الثقافة ومراكز الشباب. والوزارة كمان بتتعاون مع وزارة الهجرة عشان توصل رسالتها حتى للمصريين في الخارج، خاصة اللي بيعيشوا في مجتمعات غير إسلامية. في تحت عنوان غزة التشبث بالأمل ورغم الألم، نشر موقع المصري اليوم كاريكاتير بيعبر عن صمود قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي رغم كل ما يتعرض له من إبادة.